يعني يمكن مؤخرا لقينا كده استجابة للدولة بشكل كبير بشأن شواهد المقابر والمقابر اللي في السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وبالذات إن كان فيها حاجات قديمة جدا وأثرية وكان المفروض نهتم بيها، وكان في كلام إن احنا هيتعمل بيها متحف كبير وموسع عشان يحتفظ بشواهد القبور اللي اكتشفوها. لكن في مبادرة مهمة جدا كانت هي من أسباب اكتشاف حاجات كتير جدا منها شواهد القبور دي، وكان اللي عمل المبادرة دي شباب بالتعاون مع وزارة الآثار وبالتعاون مع شباب كتير جدا عشان يلاقوا أثر مهم ويرمموه ويجددوه ويعرفوا الناس بالأثر ده في منطقتهم. فكان كمان من ضمن الأثار دي كانت شواهد القبور. احنا معانا دلوقتي أستاذ حسام عبد العظيم مؤسس المبادرة عشان يكلمنا أكتر عن المبادرة. ازيك أستاذ حسام؟ مساء الفل، منور العمليه، منورنا، تشرفنا، ربنا يخليك. اشكرك استاذ حسام. خلينا نبدا كده معاك من البدايه، ايه هي الاول مبادره شواهد مصر؟ شواهد مصر هي مبادرة مجتمعية شبابية تطوعية، يعني هي مختصة بالحفاظ على التراث بشكل عام، إذا كان التراث ده مادي أو لا مادي. فإحنا أول ما بدأنا بمشروعين أو مبادرتين على التوازي. أول حاجة هو مشروع تنظيف الآثار المصرية، ده بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار. إحنا هنا بناخد الآثار اللي موجودة في يعني زمام القاهرة الكبرى وفيها قمامه او فيها رديم او يعني ما فيش اهتمام فيها بشكل كافي، فبنبدا ان احنا ناخدها بشكل تطوعي، ناخد عليها موافقه بالتنظيف والصيانه من وزاره السياحه والاثار، وبالفعل بندخل بننظفها تطوعيا بنسلمها لوزاره السياحه والاثار. بعد كده ممكن بقى الوزاره تاخدها ترممها او تفتحها للزياره على حسب ما يتراءى للوزاره. الحمد لله من ساعه ما بدانا حتى الان نظفنا اكثر 11 اثر. 11 اثر دول بيرجعوا لعصور مختلفه، منهم عصر فاطمي عمرها 900 سنه، حاجه عمرها 900 سنه، منهم عصر عثماني حاجه عمرها 400 سنه، منكم مملوكي 600 سنه، وهكذا. 11 اثر دول عملناهم كلهم في 14 يوم خلال تقريبا سنتين. التنظيف ده الحمد لله خرج منه حوالي اكتر من 30 طن رديم وزباله في ال 14 يوم دول، ده كله بشكل تطوعي. الكلام ده من اول 2020 او يعني من شهر 9 2020 لحد يعني لحد يدوب يعني قبل رمضان على طول. في نفس التوقيت بدأنا برضو مبادرة تانية لتوثيق وإنقاذ الأثار غير المسجلة في حيز مشروع تطوير صلاح سالم. إيه القصة دي بقى؟ زي ما حضراتكم عارفين إن في مشاريع بتحصل في الدولة، مشاريع قومية كتير وطرق وما إلى ذلك. ليه؟ عشان السيولة المرورية وما إلى ذلك، طبعا عشان زيادة الأعداد السكانية في مصر طبعا بشكل مهيب جدا جدا، خاصة في ال 30 40 سنة اللي فاتوا. فنتج عن ده ان احنا ما بقاش عندنا الطرق تستوعبنا زي ما الدولة بتعنى على هذا الأمر. طيب احنا الطرق اللي بتخش بقى في الجبنات، لو احنا بصينا وتخيلنا كده الموضوع بشكل تجريدي جدا جدا، لما نيجي نبص لآثار مصر كلها، أي حد بيسمع عن مصر بيسمع عن مصر إيه؟ يعني إيه مصر بالنسبة لنا؟ القديمة والأهرامات أبو الهول، صح؟ يعني آثار. طب إيه الأهرامات؟ هي اثار جنازيه، الاثار الجنائزيه يعني الخاصه بالجنازه وخاصه باعمال الدفن، مقابر. هي مقابر، تمام كده. فعشان كده مصر مشهوره جدا جدا بان معظم اثارها او كتير جدا جدا من اثارها اثار جنازيه. لو احنا جينا بصينا بقى بمنطقه قرافات القاهره التاريخيه، وعدد كبير من القرافات موجوده من اول دخول سيدنا عمرو بن العاص ما دخل مصر، بدا انتشارها من جنبين من عند الفسطاط اللي هي دلوقتي مقابر الامامين، الامام الشافعي والامام الليث. بدات من هناك بدا ايه الموضوع ينتشر وتكبر والدايره بتكبر. فلو احنا خدناها كده بشكل بسيط جدا جدا هنلاقي ان مقابر او قرافات القاره التاريخيه هي زي بالظبط بالنسبه لنا زي اهرامات الجيزه، زي سقاره، زي دهشور، زي الحاجات دي كلها. بس ديت في عصر ودي في عصر تاني. فلما انا اجي اعمل طريق جنب الاهرامات لازم الاول اعمل ايه؟ استكشف ايه اللي موجود في الطريق ده عشان يعني ما اكسروش، ما اعملش فيه حاجه مشكله. صح ولا صح؟ فلازم اعمل عمليه استكشاف. بالنسبه لنا احنا في الاثار دي حاجه اسمها حفاير انقاذ. حفاير انقاذ، طب في حاله المقابر القاهره التاريخيه او قرافات القاهره التاريخيه ما حصلش حاجه اسمها حفاير انقاذ حتى الان. فجينا بقى هنا دورنا ان احنا بننزل بنعمل توثيق للاثار اللي مش متسجله. يعني ايه مش متسجله؟ يعني وزاره السياحه والاثار مش مسجلها على القوائم الوطنيه اللي عندها، وبتقول وبالتالي ان اي حاجه متسجله في القائمه ديت تخضع لقانون حمايه الاثار. اي تعدي عليها من شخص، من مؤسسه، من ايا كان،
يحاسب بالقانون ده، واخد بال حضرتك؟ طب هي مش متسجله، اذا هي معرضه ان هي ممكن في اي وقت، لان الدوله مش عارفه عنها حاجه، وبالتالي معرضه ان هي ممكن تتهدم. فجالنا بقى هنا دورنا، او جه هنا دورنا ان احنا ننزل نتتبع الطريق ماشي فين بالظبط، ونبدا ان احنا نشوف المكان ده، الحوش ده لو هو مقفول عليه باب بقى او سور كده نبدا ندخله. طب الكلام ده فيه هنا اثر ولا ما فيش حاجه مش مسجله؟ فنبدا نوثقها. بعد ما بنوثقها بنبدا ان احنا تيجي المرحله الثانيه من المشروع اللي هو الانقاذ، وده اللي حصل. احنا معانا صور اهي. هنا بقى لما احنا اكتشفنا للامانه، اللي اكتشف الشاهد دوت هو شاهد موجود جوه سور في قلب سور حديث. السور ده مبني حديث جدا بالطوب الاحمر والاسمنت. دكتور مصطفى صادق ومجموعه شباب ابراهيم طايع ومحمد عبد الملك لقوه في قلب حيطه مرميه على الارض، ولقوا ايه بقى؟ قطعه من الرخام مكتوب عليها بالخط الكوفي العربي، خط الكوفي الغير منقوط، ده خط قديم جدا. قديم جدا. قديم جدا. يعني احنا بنتكلم في القرون الاولى من الاسلام في مصر. نتكلم قرن اول وثاني وثالث وما الى ذلك. فالشاهد ده اللي هو اللي موجود على الشاشه دوت، احنا هم لقوه في قلب الحيطه. فجو الحق يا حسام، ده في كذا كذا كذا. فرحت على الفور عرفنا ان احنا ننقذه من قلب الحيطه، استخرجنا من قلب الحيطه اللي هي المكان دوت معرض للإزالة. معلش يعني ده كان في حيطه معموله بالطوب الاحمر، بالطوب الاحمر والاسمنت عادي جدا، وده جواها ده سور. تمام كده، هو مستخدم كحجر في لبناء السور نفسه. يلا بقى اللي بنى مش عارف قيمه الحاجه، مش عارف قيمه الحاجه، وبالتالي هو بنى بيه. فاحنا لقيناها بس بالصدفه اهو، شايف المنظر عامل ازاي؟ ده مكان منظر يعني وحش جدا جدا، وحط الاسمنت وحط الطوب ويعمل معاه كانه هو اي حد على فكره مش هياخد باله منه. لازم حد يكون ايه عنده شويه خبره او حد ما واخد باله من القصه دي. فدكتور مصطفى على الفور شافه فقال لي يا حسام الحق، ده فيه كذا. فجريت بقى، انا ما صدقتش يعني معقوله جوه حيطه للدرجه دي الامر وصل لكده. فبالفعل الحمد لله رحت وشفت الموضوع واستخرجت بنفسي من قلب السور، وبعد كده انقذناه، وبعد كده طلعناه وكلمت وزاره السياحه والعصاره على طول، وعلى الفور الحقيقه يعني رحبوا جدا جدا باستلامه، لان دي حاجه قطعه على فكره، القطعه دي مش موجود زيها في متحف الفن الاسلامي، مش موجود زيها. فدي عمرها 1200 سنه. 1200 سنه، احنا بنتكلم في عصر عباسي. عصر عباسي دوت يعني من العصور، يعني هو ثالث عصر خلفاء الراشدين، وبعد كده الامويين، وبعد كده العباسيين على طول. ده في القرن الثالث الهجري. من ضمن برضو الحاجات اللي احنا بنعملها ان احنا بنبدا ان احنا نوثق بقى الاثار ديت، ونبدا ان احنا نعمل مقايسات والحاجات دي عشان نعمل لها سجل خاص، سجل انقاذ. دي من ضمن الاثار اللي احنا بقى نظفناها في مشروع تنظيف الاثار المصريه بالتعاون مع وزاره السياحه والاثار. ودي تركيبه، هي تركيبه تراثيه كانت طبعا متبهدله جدا جدا، احنا قعدنا تنظيفها بالكامل. دي موجوده في قبه دي بتكون على على القبر او بالزبط. على المقابر. برافو عليك، برافو عليك. دي موجوده اهي، دي بعد التنظيف زي المقابر اللي بيكون فيها مقام او حاجه كده. فبيكون هو بقى قبه يونس الدوادار، ده كان امير ايام السلطان اسمه سلطان الظاهر برقوق. ده من السلاطين المشهورين جدا جدا في العصر المملوكي. اهو بص، ده قبل التنظيف، ده المنظر قبل التنظيف. طبعا كانت الحال سيء جدا جدا. طب انا عايز اسالك على حاجه استاذ حسام، الناس اللي ساكنه حوالين اثر زي ده وشايفين قد ايه في كميه من الردم ومن القمامه والكلام ده كله، هل ما جاش في مره مثلا في بالهم ان احنا ننظف؟ يعني اللي هو الشغف اللي بقى عندك النهارده او عند المجموعه بتاعتك بتاعت المبادره، ان انتوا خايفين على الاثر وخايفين على الحاجات دي، ولا هم مش مدركين اصلا بالظبط انه ده اثر؟ عشان كده احنا بنعمل حاجة مهمة جدا جدا، عملية التوعية. ان احنا خلي بالك، انا باجي هنا الاثر ده بتدخل فيه مرة واحدة. فمش باجي له كل يوم. وبالتالي انا لما هاجي النهارده مش هعرف اجي بكره، بعد ما خلصت خلاص وسلمته لوزاره السياحه والاثار. بالظبط. فمين هم الحراس الحقيقيين اللي بيحافظوا عليه؟ اهل المنطقة. بالظبط كده، عشان كده بنعمل عملية توعية للناس دي، يا جماعة المكان ده مهم جدا. وفي بعض الناس بتكون سعيدة جدا لدرجة ان هي يعني بتجيب لنا مثلا حاجات تساعدنا، لو محتاجين سلم تجيب لنا سلم، ممكن يعزموا علينا باكل، يعزموا علينا بشاي، عارف. الناس كانت بتبقى سعيده جدا جدا بهذا الامر، خاصه لما نكون مثلا في حاجه شايفين في رديم، شايف دي قبه برضو، ده مدخل قبه، شايف المستوى ده؟ ده مستوى اللي فوق ده الركام اللي كان جوه القبه، احنا نزلنا المستوى ده كله جوه القبه نفسها. احنا شايلين منها حوالي 2 طن، دي قبه صغيره حوالي 4 متر في 4 متر، عمرها 900 سنه. عصر فاطمه. نظفناها في يوم واحد في 7 ساعات. كان معانا كنت انا من ضمن واحد من 9 اشخاص.
اشتغلنا فيها ونظفناها الحمد لله في يوم واحد. حتى المحراب بتاعها من اجمل ما يمكن، هتلاقي محراب كده معمول من القص، حاجه رائعه جدا 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 لو الشباب عرفوا ان هم يجيبوه. بالنسبه للناس المجاورين القبه، هم بالعكس هم كمان بعد كده هم اللي بيحافظوا على الحاجه. خلي بال حضرتك كمان ان احنا مش مشكله بالظبط، هي مساله بتاخد شويه وقت في الاجراءات، ان اي حد بيروح يتقدم بحاجه زي كده لازم بياخدوا اجراءاتهم وبيستعلموا امنين وحاجات كتير جدا جدا، فبتاخد شويه وقت، ممكن ما يكونش في ناس كتير عندها الصبر ده. يمكن احنا عشان هو ينظف او يخش المكان بالزبط. او ده تصريح من الوزاره، لازم الموضوع بياخد وقت. يمكن عشان كده احنا الحمد لله من اول ما بدانا الموضوع ده حتى الان احنا الوحيدين اللي في الجمهوريه الحمد لله عملناه، الحمد لله كمبادره تطوعيه مش كمؤسسه. دي قبه يونس الدوادار اللي كان من شويه كانت معروضه الصوره بتاعه التركيبه الخشب اللي هي كانت متغطيه بالاخضر اللي عليها. طب هل كل الحاجات او الشواهد اللي بتعثروا عليها بتكون يعني بتودوها بعد كده لوزاره الاثار، ولا بيكون ليها تصرف تاني او ترميم اي حاجه بنلاقيها في يعني في اطار مبادره توثيق وانقاذ الاثار غير المسجله بنتواصل على طول مباشره مع وزاره سياحه الاثار، لان احنا في الاول في الاخر مش احنا المنطين ان احنا ناخدها، احنا يعني احنا 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 متطوعين، احنا حلقه الوصل اللي بتوصل ما بين الارض اللي على الواقع الحاجات اللي مش متسجله وبالتالي لا تخضع لقانون حمايه الاثار، وبنوصلها لوزاره السياحه والاثار. طب معلش انتوا بتشتغلوا ازاي؟ يعني هل انتوا كمتطوعين بتنزلوا الاماكن القديمه دي او الاماكن اللي ممكن تلاقوا فيها شواهد او اثار وتبداوا تدوروا بنفسكم، ولا الموضوع بيمشي ازاي؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه، احنا في بعض الاحواش يعني في حوش مثلا على سبيل المثال اسمه حوش حسن افندي حسبي، ده كان معتوق محمد علي الكبير تمام، وعمل الحوش بتاعه ايام يعتبر ابن حفيده اللي هو خديوي محمد توفيق اللي حكم بعد ابوه خديوي اسماعيل خديوي المعروف، فبنى الحوش بتاعه 1880 تقريبا، فكان هو الحوش ده للاسف دخل في الزلزال وللاسف اتهد. الحوش ده كان فيه نص تاسيسي اللي هو بيتكتب عليه ان فلان الفلاني هو اللي عمل اللي بنى الحوش ده، وهو لو الحق بيه سبيل عشان يشرب الميه للناس وهي ماشيه لله، فكان بيكتب برضو الكلام ده. فلما للاسف الشيء حصل ازاله، اللوح النص ده اتكسر وقع على الارض، حاجه عمرها بتاع 140 اكتر من 140 سنه. فاحنا قعدنا يعني قعدنا ندور عليه لحد ما عرفنا نجيبه، لوحه ضخمه جدا فوق ال 70 كيلو حاجه كده كبيره جدا تهبه يعني. للاسف اتكسرت 3 كسرات بس الحمد لله قدرنا ان احنا نحصل عليها وان احنا ننظفها وسلمناها لوزاره السياحه والاثار. طيب انا عايز اسالك برضو على حاجه، يمكن كل عصر من العصور دي كان بيبقى فيه، مش عايز اقول موضه بس هو ده كان بيبقى سمه العصر بتاعتها، ان مثلا لو كان في حد بيتوفى بيكتبوا الشاهد بتاعه بطريقه معينه. كنت شفت فيديو كان بيتكلم عن الموضوع ده، ان الحروف المكتوبه في على الرخامه دي ليها صيغه معينه عشان تعرف منها رقم معين للمتوفي ده. فهل ده كان فيه برضو شغف في الوقت ده ان يتكتب زي ما احنا مثلا دلوقتي بنحب مثلا سمارت فونز كلنا؟ فهل برضو زمان كان ده برضو حاجه من سمه العصر ده ان لازم يكون شاهد القبر عليه كلام معين مكتوب بالطريقه دي؟ ده حقيقي يعني، انت عشان كده هتلاقي احنا عشان كده احنا كناس متخصصه في الاثار بتعرف ازاي تأرخ او تعرف ازاي تقول ان ده يرجع للعصر الفلاني. من شكل الحاجه من الناحيه الفنيه، الناحيه البنائيه، سواء الطراز المعماري والاسلامي او الطراز والكتابه. الخط، حضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا جدا، الخط ده يعني في غايه الاهميه. احنا زي ما قلت لك احنا لقينا حتى الان انقذنا 3 شواهد من ضمن عدد اكثر من 20 قطع اثريه تم انقاذها الحمد لله وتسليمها لوزاره، طبعا كلهم بالكامل تم تسليمهم، من يمكن من اهمهم او من اكثرهم قدما 3 شواهد، الثلاثه بيرجعوا لاكثر من 1200 سنه. واحد عمره 1224 سنه، واحد عمره 1220 سنه، واحد عمره 1200 وكسر، يعني كلهم بيرجعوا لنفس العصر اللي هو العصر العباسي. الثلاثه مكتوبين بخط اسمه الخط الكوفي. وخط كوفي مش متنقط، مش معمول بالنقط زي ما كان متبع في القرون الاولى للاسلام. فاول ما بتشوف حاجه زي كده على طول بتدرك ان انت قدام تحفه اثريه غير مكرره. طبعا. عشان كده اخر حاجه احنا تم انقاذها اللي هو شاهد اسمه واحد اسمه انشراق، يعني احنا مش متاكدين لسه من انشراق ولا انشراف لان مفيش نقط، فانت مش قادر تتاكد 100%. ده اللي في منطقه الامام الشافعي. برافو عليكي، بالظبط كده. الشاهد دوت لما جينا شفناه لقيناه مكسور من تحت، فمش مكتوب عليه او مش باين الكسر اللي مش موجود سنه الوفاه، راحت معاه سنه الوفاه. فاحنا مش متاكدين 100% الراجل ده اتوفى سنه كام بالظبط. فبنلجا هنا بقى للمتخصصين
في عندنا الدكتور فرج الحسيني ده متخصص في الكتابات الأثرية والنقوش الكتابية، فبيبدأ ان هو يدرس الخط ده شكله كان عامل ازاي في السنة الفلانية، وبعد كده اتطور. شوف حضرتك قلت من شويه اتطور بعد كده في العصر الفلاني بقى بشكل نفس الفكره بالظبط. فنهايات الاحرف والحاجات دي كلها بيدرسها، وبيبدا ان هو يديله تاريخ. وفعلا يعني الشاهد ده اكتشفنا حاجه مهمه جدا جدا. انت عندك ايه اهميه الاكتشافات الاثريه في العالم؟ انت لو لقيت دلوقتي هرم، ايه اهميه الهرم ده؟ ان هو بيقول لك ان في ملك او ملكه جديده، صح؟ يعني هو بيديلك معلومه بالظبط، حاجه ما تعرفهاش قبل كده. يعني احنا من سنه 2016 اكتشفنا وادي ملوك جديد في سوهاج. مظبوط. في الاسره ما كناش نعرف عنها اي حاجه غير بعض الاسماء، والاسماء مش كامله. اكتشفنا الوادي الملوك ده، ومن بسبب الوادي الملوك الجديد اللي احنا اكتشفناه في سوهاج جامعه بنسلفانيا البعثه بتاعتها اللي اكتشفته، فعرفنا منه ملوك جدد احنا ما كناش نعرف عنهم اي حاجه خالص. واتضح ان هم ملوك حاربوا مع الملك احمس وابوه واخوه علشان يطردوا الهكسوس من مصر. فملوك محاربين وشهداء. فالقصة هنا ان انت لما بتيجي تلاقي حاجة بتديلك المعلومة، فهي اهم حاجة انت عندك المعلومة. فاديتنا بقى الشاهد الاخير ده، ادينا معلومة مهمة جدا. اول ذكر لقبيلة من قبائل عربية في مصر تم ذكره على الاثار لاول مرة، اسمها قبيلة مرداس، اول مرة يتم ذكرها. فده بالنسبة لنا كشف في غاية الاهمية، ان هو المتوفي ده كان من القبيلة اللي هو دي، الشاهد اللي مكسور. يعني ممكن اي حد يشوف حاجة شاهد كامل وشاهد مكسور يقول لك انا هاخد الكامل. او يعني لو متحف مثلا بيختار يقول لك انا هاخد الكامل على سبيل المثال. لا، هو الاهم المعلومه. عشان كده في شواهد هتلاقيها في متحف مثلا الفن الاسلامي، هتلاقي فيها كسر. الكسر مش بيقلل من قيمته، هو قيمته في المعلومه اللي بيديها. مثلا من قيمه الخامه او قيمه الكلام اللي مكتوب او الطريقه اللي مكتوب بيها. فحضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا، فكره ان الحروف بتتقلب ارقام. دي حاجه اسمها عندنا حساب الجمل. ان هو بيبقى فيه جدول من الحروف وقدامها جدول من الارقام، وبيكتب في اخر البيوت الابيات الشعريه يقوم كاتب تحتها ارقام كده. فاحنا بنحسبها بنطلع بيها سنه الوفاه. فدي موجوده بكثره جدا جدا في القرن 19 واوائل القرن 20. ده كان متبع مع كل الاسر، اي حد متوفي كان بيعملوا الموضوع ده، ولا كان مع اللي هم الوزير الملك؟ هقول لك على حاجه لطيفه جدا ابسطها لك خالص. الهرم ده ملك ولا مش ملك؟ بتاع ملوك اكيد. يعني ما ينفعش واحد مثلا يكون في البلاط ولا حاجه. لا هو يكون تاجر على باب الله، صح؟ صح. حاجه معماريه يعني عظيمه جدا جدا، فاهم قصدي؟ علشان كده احنا طول عمرنا كمصريين، حتى كمصريين طول عمرنا كده، والانسان بشكل عام اللي معاه يقدر يبني حاجه ويقدر يشتري حاجه، فبيبني حاجه عظيمه، حاجه مهيبه، ويبدا بقى ان هو يزخرفها، والفن والجمال والكلام ده كله. مش كده تلاقي الهرم وهتلاقي مصطبه عاديه، وهتلاقي حفره من غير مصطبه فوقها خالص. نفس الفكره في مصر الاسلاميه، هتلاقي معمار عظيم جدا، حاجه مثلا زي حوش الباشا. حوش الباشا ده بتاع اهل محمد علي، اتدفنوا فيه، تمام؟ حتى مدفون فيه ابنه الكبير اللي هو ابراهيم باشا. فهو المفترض يعني ان دي مثلا حاجه اسمها حوش الباشا. في قبر تاني ممكن يكون تركيبه صغيره، او ممكن ما يكونش تركيبه، ممكن يكون شاهد في قلب شارع. بس احنا عندنا في الاثار مش بناخد باهميه الشخصيه، مش في كل وقت. يعني احنا بيكون عندنا في حاجات بناخد بيها، ممكن بالشخصيه، ممكن بالحاله الفنيه، ممكن بالحاله المعماريه، ممكن شاهد اللي كنت لسه مديلك يعني كمثال عنه مرداس. اول ذكر الاثار القبيله ديت في مصر كلها حتى الان بعد 1200 سنه نعرف الاسم ده موجود، دي حاجه مهمه جدا جدا. فممكن اي حد يشوفه يقول لك ده ممكن ما يكونش مهم قوي، ولكن المعلومه اللي اداها لك هو ده المهم. علشان كده البيان الرئاسي اللي طلع ده عمل حاجة مهمة جدا. ان هو احنا هنا لان ساعة البيان ده لما طلع الازالات، لان احنا بالنسبة لنا احنا بننزل تقريبا كل يوم. فاحنا لقينا ان الازالات توقفت، ولقينا ان لا بقى ده احنا الحمد لله بعد الاكتشافات اللي حصلت، وبعد لما سلمنا اثار لوزارة السياحة والاثار، وقد ايه ان المنطقة دي مهمة جدا جدا جدا، فلقينا ان سياده الرئيس استمع وان القياده استمعت، فده شيء ممتاز جدا. طب عايز اسال حضرتك سؤال، هل حاسس كمان يعني غير طبعا استجابه الدوله، بس هل حاسس انه فرق معاكم وجود السوشيال ميديا، ان هي بتعرف الشباب اكتر ايه هي الشواهد؟ يمكن احنا في السنين اللي فاتت ما كناش نسمع كلمه شواهد قوي، او انه دي اثر، او المفروض ان احنا ناخد بالنا منه، او ان احنا نحافظ عليه، او لو شفناه، او الحاجات دي كلها. فهل حاسس ان هي فرقت في الوعي؟ الناس بقت حابه تتطوع اكتر، حابه تشارك اكتر، بقت فاهمه اكتر قصه الشواهد دي، ولا لسه؟ اكيد جدا. يعني كنت لسه قلت كلمه مهمه جدا جدا، كلنا دلوقتي بنحب السمارت فونز. ليه؟ عشان هي بتطلعك دلوقتي على العالم اللي حواليك، وده اللي بيعرفك كل حاجه. لو احنا رجعنا 50 سنه ورا،
او مش 50 سنه كمان 30 سنه ولا حاجه كانش في حاجه اسمها تليفونات خالص موبايلات، هو ايه الجرايد بس من 5000 سنه ما كانش فيه الكلام ده كله. كان ايه المعابد بيتكتب عليها عشان نعرف نشره الاخبار بتاعت الملك. ده الملك ده طلع حارب فاحنا عرفنا الانتصار بتاعه من على المعبد. تمام، والناس بقى بتمشي في الشارع بتقول ده حصل النهارده كذا والملك رجع من السفر ومش عارف عمل كذا. فنفس الفكره بالظبط، السوشيال ميديا هي اداه مهمه جدا جدا لانك لمعرفه الاخبار حواليك وتسليط الضوء على حاجات كتير. الله يفتح على حضرتك. علشان كده بيبقى مهم للغايه، مهم للغايه لمتخذ القرار ان هو يشوف بعينه، لان مهما كانت الصوره حلوه او وحشه هي مش بتوصل الرساله. علشان كده في غايه الاهميه ان متخذ القرار ينزل يشوف الموضوع ده بعينه. لان ليه بقى؟ دلوقتي انا داخل في منطقه في قرفات القاهره التاريخيه، الناس مش متخيله، وهقول لك ده ليه، الناس مش متخيله اهميه المكان ده ليه؟ لان يعني احنا كلنا حتى الان بندفن فيها، صح ولا مش صح؟ طب لو احنا جينا فكرنا كده بهدوء جدا، ببساطه ده جدا، احنا قلنا ان القرفات ديت بدات ظهورها من ساعه عمرو بن العاص دخل سنه 21 هجري، يعني اكتر من 1420 سنه، واصبحت وما زالت القرافه مستخدمه للدفء. في اي بلد في العالم بيحصل فيها الكلام ده لحد دلوقتي؟ 14 قرن بيدفن فيها لحد دلوقتي. وبالتالي انت عندك طبقات تحت الارض، اكنك كده عندك ورقه ومقسمها. تمام، فانت عندك الطبقه دي عصر حديث، الطبقه اللي تحتها عصر عثماني، تحتها مملوكي، اللي تحتها مش عارف طولوني، اللي عندك كذا 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 كذا، فانت عندك طبقات. فانت لو نزلت متر هتلاقي عثماني، متر مثلا على سبيل المثال، متر ونص هتلاقي مملوكي، 3 متر هتنزل مثلا عهد عمرو بن العاص. عشان كده مش صح خالص، مش صح خالص ان احنا نشتغل في اماكن بكر. ده مكان بكر، لما احنا حد يروح يشتغل جنب الهرم يهد حاجه على سبيل المثال، ينفع يروح يهد معده؟ لا طبعا. بس لا، هو انا عايز اقول لك على حاجه، هو مصر مهما قعدنا ندور لو دعبسنا كده كل شويه هتلاقي اثر، وهنلاقي حاجات. بس اللي انا عايز اقوله لك ان انتوا بتعملوا حاجه عظيمه، بتوجهوا الناس بشكل مفرح على حاجات لازم. احنا بره بنلاقي حاجات مالهاش لازم خالص، ما عداش عليها 100 سنه وعاملين عليها بروباجندا كبيره. بالظبط، احنا عندنا حاجات بقى لها الاف السنين ومحتاجين بس ان احنا نسلط عليها الضوء زي ما السوشيال ميديا كانت بتعمل. صحيح، بنشكرك جدا، في نورتنا وحكاياتك ممتعه. بالظبط، افدتنا جدا، وطريقه كمان حكيك حلوه. ان شاء الله ما اكونش اخر مره تكون معانا. شرفنا، نورتنا، نورتنا كبير. ميرسي يا نوره، والله ببسط معاك يا نوره. انا مش قوي بس يلا زي بعض. ماشي، خلينا نخلص الحلقه النهارده ونشوفكم على الف خير يوم الجمعه ان شاء الله.